موجز الأخبار عبر منصات سودانية 24. أصدر مجلس الوزراء السوداني قراراً بالرجوع للكشف الموحد للعاملين بوظائف الحسابات الخدمة العامة والمراجعة الداخلية، وقد القرار أن يتبع العامل إدارياً للوحدة التي ينقل للعمل بها وفنياً إلى الكشف الموحد بوزارة المالية الاتحادية. وعد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بحل الإشكالات التي تواجه الطلاب السودانيين في مستويات التعليم المختلفة ومشكلة الأطباء الذين يحتاجون إلى إذن للعمل بالمستشفيات الموجودة في أوغندا. وقال مالك عجار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إنه اتفق مع موسيفيني على آلية للمتابعة عبر السفارة السودانية بكمبالا. أكد السفير الأمريكي لدى السودان جون غودافري انخراطهم في جهود مختلفة حالية للوصول إلى مخرج للأزمة الدائرة في السودان، ويشمل ذلك محادثات جدة ومبادرة الإيجاد واجتماعات المنامة. وأضاف: نحن نعتقد بأن هناك حاجة لمشاركة أطراف خارجية تمتلك روافع للضغط على كلا الطرفين حتى نكون قادرين على الوصول إلى مخرج متفاوض عليه لهذا النزاع الفظيع. طالب تجمع الأجسام المطلبية بإطلاق سراح الصحفي هيثم محمد دفع الله المدير التنفيذي لصحيفة الميدان المعتقل منذ 19 من يناير المنصرم بواسطة عناصر من ميليشيا الدعم السريع، منددا بممارسة القمع والتنكيل والاحتجاز ضد المدنيين العزل وعمليات القبض في مناطق سيطرة الدعم السريع. هذا كل شيء في موجز الأخبار. تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.